السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنرى طريقة تشغيل هذا الريموت اليونيفرسال، أي الريموت العالمي الذي يشغل تقريبا جميع مكيفات الهواء. يعني هناك طريقتين لتشغيل هذا الريموت على المكيف. الطريقة الأولى هي طريقة مانيول، والطريقة الثانية طريقة أوتوماتيك. لنقوم بوضع البطاريتين. ثم نقوم بإشعاله بهذا الزر. بعد ذلك مثلا سنرى الطريقة الأولى وهي طريقة المانيول. نختار مثلا هنا سامسونج، لدي هنا هذا الرقم 610 والرقم 629. يعني نقوم بإدخال الرقم الأول اللي هو 610 بهذه الطريقة. نضغط مطولا على هذا الزر 6، نلاحظ أن هذا الرقم يعني يؤشر، ونقوم بإدخال رقم 610 يعني بهذه الأزرار. نضغط هنا مطولا حتى نصل إلى 610. وبعد ذلك نضغط هنا على أوكي لحفظ هذا الرقم. وبعدها نقوم بتجريبه على المكيف. إن اشتغل فالرقم يعني سنقوم بحفظ هذا الرقم 610، وإن لم يشتغل نقوم بإدخال الرقم 629. بالنسبة إلى الطريقة الأوتوماتيك، نأتي هنا إلى هذا الزر 6، ثم نضغط ضغطة طويلة، وبعدها نضغط ضغطة خفيفة. يبدأ يعني هذا الرقم يعني يبحث عن الكود الخاص بالمكيف، والمكيف يجب أن يكون يعني موصل بالتيار الكهربائي يعني على مود ستاند باي. ثم نقوم بتوجيه هذا الريموت نحو المكيف حتى نسمع يعني نغمة على مستوى المكيف. بعدها مباشرة نضغط على أوكي. مثلا سيصل إلى 670، ثم سنسمع هذه الرنة على المكيف. نضغط على أوكي مثلا هكذا، ونضغط مرة أخرى على أوكي، وسيحفظ هذا الكود يعني وسيشتغل مع يعني المكيف الهواء. إذن هذه هي الطريقة الأوتوماتيك بالنسبة لتشغيل هذا الريموت على مكيفات الهواء، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.